أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم همسات في حياتنا. طبعا يسعدني أن يكون معايا في الحلقة النهاردة الأستاذة شيماء عبد الرؤوف، مدرب دولي معتمد ومدير إدارة الاي تي بأكاديمية جلوبال ترينر أكاديمي وأكاديمية جلوبال ترينر برايم أكاديمي إيجيبت. طبعا اهلا بحضرتك يا شيماء اهلا بحضرتك، ونورتيني، اهلا وانا سعيده بحضرتك يا جدا دكتورة. بوجودك معايا. انا سعيدة اكتر. زي ما تعودنا ان البرنامج بيناقش مواضيع حيويه طبعا في حياتنا، وان احنا بنتكلم عن كل اللي يخص الطفل والاسره والمجتمع. فموضوع برنامجنا النهارده بيتكلم على حاجه بتهمنا كلنا، ويمكن كلنا بنشوفها وكلنا بنلاحظها في اولادنا، وهي المشكلات السلوكيه عند الاطفال. لو لاحظنا ان المشكلات السلوكية دي يعني بتعتبر دليل او مؤشر على اسلوب معاملة الاخرين للطفل، سواء بقى كان بيتعامل مع اب او ام او مع عيلته او مع اللي هم رفقائه في المدرسة، اصدقائه، مدرسينه. طبعا دليل ومؤشر كمان على موقف الاسرة نفسها مع الطفل. يعني ممكن نقول كده ان المشكلات السلوكية دي مشكلات بترجع في المقام الاول الى بيئة الطفل وتفاعله مع بيئته وكل التفاعلات الاجتماعية اللي بتحصل للطفل داخل البيئة. المشكلات السلوكية دي عبارة عن استجابات بتصدر عن الطفل نفسه. الاستجابات دي بتكون لا تتناسب مع معايير السلوك السوي للمجتمع اللي هو بيعيش فيه. يعني هو بيصدر عنه سلوكيات متكررة، والسلوكيات دي بتكون سلوكيات غير سوية، غير متقبلة من المحيطين بيه، بتكون سلوكيات غير مرغوبة. ممكن طبعا أعمم وأقول إن المشكلات السلوكية كل التصرفات الغير مقبولة اجتماعيا، وطالما غير مقبولة اجتماعيا يبقى المفروض ان بيحصل نصح وارشاد، سواء نصح وارشاد بقى عن طريق بابا، عن طريق ماما، عن طريق المعلم، عن طريق اخصائي نفسي لو الموضوع يستدعي وجود اخصائي نفسي او معالج نفسي. اقدر طبعا ان احنا نقدر بيها ان احنا نساعد الطفل ان هو يتغلب على المشكلات. وهنا بقى ارجع لك تاني، وطبعا طالما انتي موجوده معايا مش هينفع ان انا اتكلم اكتر من كده. هقول بقى من خلال خبرتك في المجال، في مجال التدريب وفي مجال التعامل مع الاطفال، عايزه اسمع بقى وجهه نظر حضرتك في موضوع المشكلات السلوكيه عامه. المشكلات السلوكيه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بتزيد قوي، خصوصا عند الاطفال، لان يرجع هذا عدم الوعي الاب والام في التربيه السليمه. بمعنى ان الاب والام ما عندهمش درايه كافيه ازاي يخلوا اطفالهم يكون اسلوبهم كويس، بيعندوا معاهم، فبالتالي الاطفال بتعاند، فده بيطلع سلوك مش كويس. والسلوكيات دي طبعا ليها انواع كتير، ممكن تكون العناد، الالفاظ البذيئه دي برضو من السلوكيات، او بتخلي الطفل يبقى عنده مشاكل سلوكيه كتير. يعني احنا ممكن نقدر نقول ان معامله الاب والام في البيت للطفل ممكن هي بتوصله ان بيحصله مشكلات سلوكيه. طبعا لان ممكن يكون الطفل مفتقد الحنان، مفتقد الامان، حاسس طول الوقت ان هو خايف. الام تخوف الطفل، تقول له انا هشتكي لباباك، هخليه يضربك، الحاجات دي برضو بتخلي الطفل يبقى عنيد، بتخلي المشكلات عنده بتزيد. كل الحاجات دي برضو بتبقى سببها بيرجع للاب والام والبيئه، وطبعا اللي احنا محيطين بيها طبعا دي برضو بتعمل مشكلات. طبعا انا عارفه ان احنا عندنا مجموعه كبيره جدا المشكلات السلوكيه، طبعا عندنا عناد وعندنا خجل وعندنا تنمر وعندنا تبول لا ارادي وكذب. وعندنا كذب وسرقه بس انا بلاحظ دايما ان يعني انا عاده لما بقعد اقرا في كل المواضيع دي بلاحظ ان في الاخر بيبقى في حلقه وصل ما بينهم كلهم. يعني احنا مثلا لو لقيتي مثلا لو جينا حضرتك كنت بتتكلمي من شويه وبتقولي ماما بتخوفه
ماشي. فيعني عارفه اللي هو الفوبيا او الرهاب او ان هو الطفل يخاف، احنا ممكن توصلنا في الاخر ان الطفل يحصل له عمليه تبول لا ارادي طبعا. اثناء نومه، صح كده؟ ايوه، ما هو الخوف هو بيخلي كده. تمام. ممكن مثلا الخجل يوصلنا من كتر ما هو خجول قوي يوصلنا ان هو ما يبقاش عنده ثقه بنفسه، يبقى قاعد مهزوز. خايف يختلط بالمجتمع اللي حواليه، لو حد كلمه وشه بيخجل، خايف ان هو يتعامل معاه، طول الوقت قاعد حاسس ان هو لا انا مش هقدر اتعامل مع الشخص ده، مع الضيوف، مع طول ما هو الخوف دايما مسيطر. تلاقيه دايما بيدور له على كورنر او مكان يكون تمام. بعيد عن الناس، يا اما بقى قاعد ماسك الموبايل بتاعه وقاعد بيلعب. بيبص عليه، يا اما قاعد واخد زاوية مع نفسه وهو بيراقب من بعيد، بيخاف هو اصلا، يعني هو خايف يتعامل، خايف يحتك بالمحيط، خايف من انتقاد الناس ليه. طبعا. يعني خجله بيوصله لعدم ثقة بنفسه، وعدم الثقة ده بيقطع شبكة علاقته الاجتماعية باللي حواليه. عدم الثقة ده حاجة، يعني لما يكون الطفل حاسس ان هو مش واثق من نفسه او مش واثق في اللي حواليه، دي برضو بتخلي برضو السلوكيات بتاعته زي العناد، تمام. العناد يبقى بيتزيد، والعناد دي طبعا ليها مشكلات تانية. يعني ما انا مشكلة يعني انت عارفه انا بقول لك، يعني كل ما انت تحسي تتعمقي في حاجه معينه او في مشكله معينه بتلاقيها مربوطه بالتانية. يعني انا حتى لما حاولت اقرا شويه عن الخجل لقيت ان الخجل بيوصلني لسلوك انسحابي، هو اصلا بيبدا ينفصل عن اللي حواليه. طب ما الانفصال عن اللي حواليه ده انا بعتبره سلوك انسحابي، يعني هل الخجل ممكن يكون في علاقه بينه وبين السلوك الانسحابي؟ حضرتك برضو اتكلمتي في محاضره قبل كده على على لايف شفته لحضرتك، اتكلمتي عن التنمر واتكلمتي عن ان هو نوع من انواع السلوك العدواني، طبعا. وبعد كده لقيتك ربطتي ما بين التنمر وما بين الاكتئاب. ايوه، التنمر لما الشخص اللي بيتنمر على الاخرين، الاخر ده سواء بقى فردي او مجموعه اتنمر عليهم، بيبتدي الشخص بيكتئب وبيخاف وبتبتدي بقى تجيله بقى ايه، افكار كده سيئه، واخطر الافكار السيئه هي الانتحار بسبب تمام التنمر وعلاقته بالاكتئاب. تمام مشاهدينا الأعزاء، نطلع فاصل ونرجع تاني، انتظرونا. أهلا بحضراتكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وأكمل كلامي بقى مع دكتورة شيماء عن التنمر. طبعا انا لسه قايله قبل الفاصل ان التنمر ده يمكن من اكتر المشكلات السلوكيه اللي موجوده حاليا، ويمكن بيظهر اكتر في المدارس، بنلاقي فيه تنمر بين طالب وطالب، يعني حتى ممكن يكون فيه تنمر اصلا بين مدرس وبين طالب. يعني في طالب مثلا بيتنمر على طالب مثلا غيران منه، غيران من مستواه الاجتماعي او غيران من اهتمام مامته وباباه بيه، ممكن نلاقي مدرس بيتنمر على طالب عنده لان في بعض الناس مثلا يقولك ده ما بياخدش عندي او مش موجود عندي في السنتر او مش بياخد عندي درس خصوصي، فتلاقيه بيتنمر على الطالب اللي عنده. مش شرط ان التنمر يكون بين الاطفال، لا، في تنمر كمان عند عند الكبار. الكبار. يعني التنمر ده مش صفة عند الاطفال بس، هو سلوك عدواني، والسلوك العدواني احنا ما بينحصرش على طفل بس او فئة عمرية لا، معينة. هو من السن، السلوك من الأطفال لحد الكبار. تمام، يعني السلوك وبس العدواني بيبقى أخطر فئة فيها التنمر هي الأطفال هي الاطفال. في المدارس. تمام، يعني زي ما انا بقول كده ان التنمر طبعا مشكلات سلوكيه عندنا بقى ليه اشكال كتيره جدا. احنا ممكن نلاقي تنمر مثلا بدني، وتنمر بدني ده بيبقى فيه ايذاء، ضرب وعض وتكسير وحاجات زي كده. وتنمر اجتماعي تنمر بسبب المستوى الاجتماعي، مثلا ان انا ممكن يكون مستواي الاجتماعي اعلى من حد او العكس، دي تمام، برضو. وفي تنمر تنمر جنسي تمام بسبب التحرش، تمام وفي سواء بقى التنمر الجنسي سواء كان عن طريق تحرش او عن طريق استخدام رسائل او الفاظ فيها ايحاءات او تلميحات جنسيه، دي صح برضو كده؟ بتعمل تنمر تمام. برضو. الحاجه اللي كتير قوي في التنمر والاقيها منتشره قوي الايام دي التنمر الالكتروني، يعني تلاقي بقى اي على حد السوشيال بيعمل، ميديا صح كده؟ كتير. هاكرز بقى، وحد ياخد الويب سايت مثلا بتاع حد، او مثلا او بيدخل حد صور حد مثلا على بالظبط النت ونزل صورته نزله قاعد يتنمر عليه ويتريق عليه، طبعا الحاجات دي كلها بتسبب اعراض نفسية وخوف وعدم الثقة بالنفس، وزي ما قلت قبل كده بتؤدي الى الانتحار.
تمام. طيب انتي عارفة طبعا ان ممكن اصلا ان لو حد منزل صورة شخصية ليه وان حد يجي يعلق عليها باسلوب مستفز او بطريقة، ده بيعتبر برضو نوع من نوع من انواع انواع التنمر. التنمر، التنمر الالكتروني، او ان في حد بيدخل على الايميل بتاع حد وبيسرق الداتا اللي عليه، او مثلا انا مثلا خدت الاكونت بتاعك مثلا على الفيس، عرفت ادخله وبدأت ابعت رسائل لاصحابك باسمك او انزل صور معينة على صفحتك، كل ده طبعا تنمر. والتنمر تنمر كمان لما إلكتروني. اجي اقول مثلا فلان ده وحش واخلي الناس كلها تبعد عنه، ده برضو نوع من انواع التنمر. تنمر لفظي، تمام. تنمر صح كده؟ لفظي. تنمر لفظي. طبعا في تنمر عاطفي، صح، اللي هو انا متضايقه من شيماء، فانا بقى كل ما اشوف شيماء هغضب في وشها وابص لها نظرات ازدراء وابقى مش طايقاها وبيبان عليا اصلا، واللي هو ايه بقى، عزلها، واقول عليها كلام مش لطيف، دي برضو صح؟ من التنمر اللفظي يعني الغير مقبول. احنا دايما بنقول التنمر اللي هو التنمر البدني اللي هو الضرب والحاجات دي بيبقى منتشر قوي في الاولاد قوي، انما كستات تلاقيهم دايما بيلجأوا للتنمر العاطفي اللي هو بيبقى فيه غضب وبيبقى في فيه غيرة. مبوس وغيرة، بيبقى فيه اللي هو تشويه سمعة، ان هم يتكلموا، ان هم يتفقوا مع بعض، ان هم كلهم يبقوا واحد ويعزلوا الشخص اللي هو الضحية او المتنمر عليه ده، صح كده؟ صح. طيب بقى، من انا طالما هتكلم عن التنمر ده ملعبك بقى، انا مش هينفع ان انا اتكلم فيه اكتر من كده. طب ممكن بقى تقول لنا مثلا ايه هي اسباب التنمر، ازاي نعالجه لو انا حسيت ان طفلي جاي لي من المدرسة فيه خدش او متعور او مضروب، يعني كده انا حاسس ان هو ضحية، في حالة ما يكون ضحية اتعامل معاه ازاي، وفي حالة ما يكون هو الشخص اللي بيقوم بعملية التنمر اتعامل معاه ازاي؟ ده بيبقى التنمر ده اسمه تنمر، يعني انا بتنمر على صديقي او زميلي بالضرب وان انا اذيه. ازاي انا بقى اتغلب على كل ده، او ازاي ان انا اوعي ابني ان انا ما اخليش ابني يتعامل بنفس الاسلوب مع زميله، ان هو يعني يرد له مثلا الضربة او الانتقام، وان انا كمان اتنمر عليه. لازم حلوة يكون حتة في اللي انت اتكلمتي فيها دي، اللي هي احنا لما بيجي عندنا دايما ابني او بنتي بنلاحظها قوي في المجتمعات المصرية، ان لما بيجي حد منهم مضروب من المدرسة ما ترجعليش بكرة غير لما انت واخد حقك، ده صح؟ اسلوب غير لائق. انا بعلمه سلوك عدواني وبخليه يكبر معايا، وبعد كده انا لما بيجي يضرب اخته في البيت او بيتعامل معايا باسلوب غير لائق بقول له انت جايب الاسلوب ده منين، وانا اصلا اللي زرعته فيه من الاول، ايوه، ما صح عشان كده؟ كده احنا قلنا ده السلوك ده يرجع من تعامل الاب والام في البيت والمجتمع كله. يعني ده بيخلي يبقى فيه عناد، بيبقى فيه تنمر، بيبقى فيه الفاظ بذيئة، كل اشكال السلوكيات اللي هي غير مرغوب فيها. طب وعلاجه ايه بقى بسرعة عشان الوقت؟ علاجه ان انا اتكلم مع ابني واقول له ان ما ينفعش ان انا انمر على حد، والحد ده ربنا خلقه زي ما خلقني خلقك خلقه، ما ينفعش ان احنا نتنمر هذا على كمان حد. المفروض نحط ايدينا على الاسباب المعينة، لو انا حطيت ايدي على نقط الضعف هعرف اعالجها، اكيد صح كده؟ اكيد. يعني مثلا لو انا لقيت ابني بيعاند، طب ليه بيعاند؟ ما احاولش ان انا اتعامل بنفس اسلوبه وعاند، اخده كده بالحنيه، احسسه ان انا بحبه، احتويه. احتويه، احضنه. الحاجات دي برضو بتخلي العامل النفسي ايجابي عند الطفل. لكن لو هيبقى مثلا العناد التنمر، هعلمه ان السلوك ده غير صحيح، وان احنا كده بنأذي الاخرين، وهنكون سبب في اكتئاب شخص اخر، وهنكون سبب برضو لو احنا مثلا لو حد كبير هيبقى نبقى سبب في انتحاره بسبب الاكتئاب والحزن الشديد. انا سعيده قوي ان انت كنت موجوده معايا النهارده، ربنا يخليكي. انا اسعد والله، ويعني انا مبسوطه قوي ان انت ربنا جيتي يخليك. ولبيتي الدعوه وكنت موجوده معايا، وان شاء الله كده نكون مع بعض على طول باذن يا الله، ربنا يخليك، وشرفتيني يا رب جدا. ربنا يخليكي. وطبعا اعزائي المشاهدين، اتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجابكم، وانتظروني الاسبوع القادم يوم الاحد الساعه 3:30 على قناه الصحه والجمال في برنامجي همسات في حياتنا مع دكتوره رشا الشيخ.